الحاج مسعيد من مواليد 1952 بالمدينة القديمة بالدار البيضاء بالضبط في بوطويل حدا المقبرة الإسرائيلية، وكبرت تما وطرعت تما وقريت في القبة فمريس في القبة أنا رابت. ومن بعد تحولت جيت درت مشروع ديالي في عملات بالمسيك، وصبحت من 87 صبحت دابا الآن أنتمي للزيروكات مع نوود المدينة، ولكن عندي تعاطف أكثر مع الزيروكات أكثر من المدينة. المدينة ما بعدت عليها مع الأسف. وجيت هنا لقيت ناس عندهم أكيد واحد عمل جمعوي كبير وتأقلمت معاهم، ودابا كنعتبر راسي نوود الزيروكات. كنت أسف على المدينة القديمة لأنه من داكشي اللي كان فيها ما بقاش مع الأسف، دونك أنا كنعتبر راسي الآن والزيروكات. هذا من جهة. من جهة أخرى دونك أنا لعبت ركبي في 67 مارس في الكوك حتى وقعت لي واحد الحادثة. كنا غادي نلعبوا في فاس، في الدخلة يمكن ناس قبلت بين الطوموبيلة بقات وترسي يديا، يمكن الجمهور يشوفها هي، بقات ترسيت لي يديا بقات عوجة. رجعت أسس نادي جديد هو رامو راسينغ أتليتيك من 68 ركبي، وخدينا البطولة. خدنا عدة بطولات في السينيور في الجينيور في البنات في الركبياسات في ليكادي في المينيم، لأن هذه المنطقة ديال الزروكات كما قلت قبيلة منطقة عندها مؤهلات كثيرة 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 بزاف بشرية، كيخصها المرافق الرياضية وتسهيل باللجوء ديال الإنسان يدخل ليها. والحمد لله وخرجوا أبطال. حنا كنشوفوا الآن في كرة القدم درجة ولا الوداد عندهم بزاف لاعبين كيجيو من الزروكات. دونك أسس نادي باقي الآن راه موجود الآن، وحنا الآن حنا الفريق الوحيد، وأعتز بما أقول حنا الفريق الوحيد الآن اللي كيلعب في القسم الممتاز ديال الركبي 15 في جهة الدار البيضاء ستات كلها. صافي ديري كتقول جهة الدار البيضاء، كتقول جهة الدار البيضاء ستات، صافي ديري الدار البيضاء المحمدية بن سليمان جديدة ثلاث سيدة بن نور بن سليمان وسير جهة الدار البيضاء ستات كل حنا اللي كنمثلوا هاد الجهة كلها كاملة كلها. هاد الفرقة اللي كاينة في الزر وكانت كاينة في سيدي عثمان بالضبط سيدي عثمان اللي كتمثل في القسم ممتاز بيان. دونك درنا هادي حنا خدامين الآن، عندنا الفئات كاملة، فئة العمرية كلها عندنا. كنتسناو تكون شي مبادرة باش حيت الكازون درتو أنا من جيبي، البير حفرتو أنا من جيبي، بعض الأعضاء ديال المكتب تاعو ما يعيشو، ولكن واحد 95 ولا ماغاديش نقول 99% خلصها من جيبي أنا. دونك بغينا تكون واحد التفاتة من المسؤولين باش لأن حنا كنساهمو في التنمية البشرية أولا، وكنساهمو في الحد من الانحراف لا ديلانكونس. كلشي كيعرف هاد المنطقة، هادي منطقة شوية حساسة فيها الدووية بزاف، ودونك خص يكونوا كثرة ملاعب. رغم أنه اللي ما كيعرفوش ناس أنه عملت مدرشين هي المنطقة الأولى في الدار البيضاء كلها اللي فيها كثرة المرافق الرياضية اللي تابعة كانت الجامعة قريبة دابا حيت المرافق الرياضية كلها تابعة لمجلس المدينة. كاين إلا جينا ندوي على كرة القدم كاين جوج ملاعب كبار، كاين تيران ديال تيسيمو، كاين تيران ديال الكومبلكس مرشيد، كاين لي تيران دو تينيس، كلشي كاين، المرافق كلها كاين، ولكن شي ما كافيش لأن كاين الكثافة السكانية كثير هنا بزاف، كاين الشباب كثير تبارك الله، كاين واحد العدد هائل ديال الشباب اللي عندهم قل من 18 سنة. داكشي خايل، داكشي هائل بزاف. خصهم غير فين يدخلوا فين يلعبوا، خصهم غير فين يفجر ديك القوة ديالو إيجابيا بعدم جهة. دونك أسس نادي، وفي 97 دخلت الجامعة الملكية للرياضة بالركبي، دخلت كبريزيدون ديليغي، وبقينا كنعملوا حتى 2001 وخديت الرئاسة، بقيت خدام في الجامعة حتى 2011. قدمت استقالة ديالي حيت كنت عليه بعض الضغوطات السلبية لأنه بان لي أن الركبي غادي فواحد التصاعد كثير بزاف. الدليل على ذلك هو أنه في 2011 العام اللي قدمت في الاستقالة ديالي في تسعود شهر تسعود 2011 المغرب تكرسه هو الأول في نصف إفريقيا في الركبي السباعي المؤهل لكأس العالم ديال 2013 كان غادي يكون في روسيا، وكان غادي يكون دوري آخر في 2012 باش ياخذوا ثلاثة حيت فرقوا الجامعة الدولية فرقة أفريقيا على جوج، من نيجيريا الفوق كانوا في المغرب ومن نيجيريا لتحت كانوا كيلعبوا في دول أخرى في جنوب ديال أفريقيا في تحت ديال أفريقيا، والمغرب تكرس هو الأول. وكنا غادي نمشيو بعيد في الركبي، ملي تخلقت صعوبة داكشي بان لي داكشي مابقاش هو هذاك، بان لي كاين مشاكل وكاين عراقيل وكاين. قدمت الاستقالة ديالي، قدمتها له في 24 نوفمبر 2011. قدمت هذاك التاريخ علاش كيتسالوا علاش قدمت هذاك التاريخ بالضبط؟ انا ذاك كان وزير الشباب والرياضه هو السي بالخياط، وانا ضربت حسابي لان لو 24 نوفمبر 24 نوفمبر 2011 مع 12 اللي ما تيبقاش وزير هو، لان في لو 25 نوفمبر كان انتخابات 2011،
كان تيخاف البرلماني هذا كل هو المهم كوزير ما بقاش وزير باش ما يتراجع باش ما يقدرش يتعلى ليا في القرار ديالي لانه كما كيعرفوا الاخوان البر سميتو الانتخابات كانت في 2011 لو 25 نوفمبر سوكي في اي واحد كان وزير منتخب حيت الوزيرين كلهم كيخرجوا من الانتخابات ملي كيكون في 12 الليل ما كيبقاش وزير كيمشي كيدير الحمله ديالو كيدخل في الانتخابات دونك انا في ذاك الوقت خدمت الاستقاله ديالي باش حتى واحد ما يعرف الانتخابات ديالي وفعلا كان داكشي مزيان قدمت الاستقاله ديالي ورجعت للور وباش نرجع لك الركبي السباعي للمغرب تكلاصه هو الاول جات لجنه مؤقته 2012 المغرب تكلاصه هو الاخر 2011 كنا حنا الاولين وكانت عندنا واحد ما نقول 100% بان كنا غنمشيو لكاس العالم 2012 2013 كان عندكم في روسيا ملي حيد ماشي انا كنقول عندو المكتب ديال حيدنا لان تقرنا بالمكتره مشاكل العراقيل وكما تقول عصافير الرويضه ولي بوت بانان سان كيزلا كيطيح بعدنا في حالتنا اللي بعدنا في حالتنا خلينا المغرب هو الاول في 2012 باش المغرب يتاهل الدور الثاني ويدوز تدوز لكوب دي موند المغرب تكراسه هو الاخر كندوري بان في الرياضه المغربيه كندوي على الركبي بخصوص ماشي مساله فلوس مساله نظام مساله عمل مساله هيكله مساله وضوح مساله استمراريه في العمل مساله برنامج ماشي غير نفوس بوحدهم فلوس ما كيكفيوش بوحدهم انا عطيك نقدر نعطيك مليار وما دير بيه والو نقدر نعطيك اقل من داكشي ودير حاجه مزيانه فهمتيني تيقولوا ان فرونسي سي دون لي في مارميت كون سي دون لي في مارميت كون في دو لا بون سوب ماشي شي حاجه تكون بحاجه بسيطه كدير بها على جنب دونك ما مشينا بحال هكا ما خدمنا شيء ولكن بقيت هذا الفريق ديالي بقينا تنخدموا جات التنميه البشريه بناو لنا اول بعدا داروا لنا السيد العام اللي كان سي العطار اللي كثر خيرو جبنا الملعب وشاف ودارنا دي بروجيكتور عندنا بروجيكتور مزيانين كاين في بعض العراقيل مازال ما لقيناش كون صوب دوك النيون اللي خسروا ما لقيناش الكازون كذلك التنميه البشريه بناو لنا 200 متر كاري 200 على 200 بعد شراو لنا كار ديال 28 بلاصه انا تكلفت انا وبعض الاعضاء اللي كانوا معايا والاكثر يقول درت انا درت الكازون جيبي وبدينا كنخدموا تنخدموا اللي خرج من الجامعه بقينا تنخدموا في النادي ديالنا حتى هذا العام هذا مشينا بغينا نمشيو للجمع العام كانت عراقيل كبيره في الجمع العام في التهيئ ديالو ماشي في الجمع العام ما دخلش ليه ما يمكنش نديو للجمع العام ولا ما دخلش ليه ولكن التهيئ ديالو انا في الراي ديالي كان في الراي ديالي كان غير قانوني كان غير قانوني السبب في ذلك هو كما سبق لي قلت عندكم هو انه الناس استدعوهم وقالوا باش نمشي لكونفوكاسيون 15 جور 15 يوم قبل مشاو في لو 24 باش الناس يحضروا في لو 28 هذا خرق كبير هذا غير هذه بوحدها كطيح الجمع العام كذلك الافتتاح الزميل فات ما كانوش لانه كما سبق لي قلت ما يمكنش واحد يحضر في الجمع العام والملف ديالو غير قانوني خصك تكون درتي الجمع العام ديالك وحطيتي الملف ديالك عند السلطات وعندك ريسيبيسي ديبو بان الملف ديالك قانوني وكتسل الاوراق ديال المكتب وكتقيلت تطبعهم وكتوقع فيهم وكديو للسلطات المحليه كتقيلزهم وكتشكوش كتشكوش كتحطو في الجامعه والجامعه كتدرس الملف ديالك وكتخلص الانخراط ديالك الا كان الملف ديالك قانوني راك كيسيبتو الكونفوكاسيون الا كان الملف ديالك ماشي قانوني ما تحضرش من العام دابا علاش ديك اللجنه ديال الافتحاص ما حضراتش حيت ممكنش للجامعه تكون طرف لا خصها تكون محايده دير واحد اللجنه اللي كدير فحص الملفات حيت يقدر انا عاد نقول ما قلتش هادشي كاين يقدر ان يكون دوزو شي ملفات اللي ما خصهمش يدوزو باش يكون التصويت يكون لصالح واحد الطرف معين بالعكس خصو يكون الوضوح كاين واحد اللجنه اللي صوت عليها الجمع العام ديال السنه اللي من قبل هذيك اللجنه خصها تجي وتشوف الملفات وما خصو يكون حتى عضو في الجامعه حاضر ديك اللجنه هذيك لان ما خصوش يكون ما كاينش تكون طرف في داكشي لا تكون بعيد هما داكشي داروه واش كان افتحاص او ما كانش ما نقدرش نتكلم يعني ما كانش حاضر المهم ان المسؤول على الافتحاص ما حضرش في الافتحاص ما حضرش وجا الجمع العام حنا ما دخلناش هذا من جهه اخرى كان واحد الخرق قانوني كبير اللي فادح اللي كيطعن في حقوق الانسان وهو انه حنا كنشوفوا في المغرب الحمد لله عندنا حقوق الانسان كاينه وعندنا المحكمه كتعمل بجد لان الدليل على ذلك هو ان حتى من المحكمه العسكريه حيدوه الان وكاين نيابه عامه وكاين محكمه ابتدائيه وكاين استئناف دابا كانت في المغرب كدير الجريمه كما كان النوع ديالها كتمشي للمحكمه الابتدائيه تيحكموا عليك مثلا وكيتصنتوا لك كيحكموا لك ومن بعد كتمكن لك تستانف ماشي كيجيو كيحكموا لك بالاعدام لا ما يمكنش خص هذا الحق هذا حق دستوري
وحق حقوق الانسان انك تسمع ليا هما شدوا ثلاثه الناس وتاخذ فيهم قرار ما عيطوا عليهم ما استدعوهم ما تصنتوا لهم ولقاش كيقول القانون في الرياضه القانون 309 تيقول لك الواحد ما كيدير شي خطا في الرياضه كتصنت ليه اللجنه لجنه التاديب ماشي المكتب كتعطي اللجنه التاديبيه كتصنت ليه وكتاخذ فيه قرار وديك الساعه هو ممكن ليه يستلف في ابيلي كيستلف وعاد ديك الساعه كتكون لجنه 60000 كتصنت ليه ومن ما كتعجبوش 60000 كيكتب الجامعه ديك الساعه كيجتمع المكتب هما جمعوا المكتب وتاخذوا قرار في ثلاثه الناس وهادشي ماشي حق دابا هادي كنت انا كنسمي ديكتاتوريه هادي ديكتاتوريه علاش وهذا علاش دار الاهداف انا عندي اليقين واقولها اليقين انه واحد من الاشخاص كان عنده طموح باش يمشي للجامعه رئاسه الجامعه عطاو 50 هذاك واحد عطاو افي واحد اللي كان باغي يدخل العصبه ديال الدار البيضاء ديال جهه الدار البيضاء سطات عطاو 3 سنين باش يحرموه باش مي وهذا هو 04 باش مي باش مي ما يرشحش راسو للعصبه دونك هادشي كلشي كان مدروس ولهذا انا كنظن بان كل ما بني عن باطل فهو باطل الان كاين دعوه راه في المحكمه واحد السيد راه دعوه في المحكمه كنتسناو كاين كان كيطلب بانه الغاء الجمع العام الى تلغى الجمع العام هادشي اللي تبنا كله خطا هذا من جهه من جهه اخرى غادي نرجعوا للسير ديال الرياضي كندوي على السير الرياضي ما كاينش السير التدبير الجامعه كندوي على الرياضه الان مازال ما لعبناش عندك ليغبيا 15 سينيور الكبار البريمير بجي بريمير ديفيزيون الصفوة النخبة الكبيرة كاين بريمير كاين دوزيام ديفيزيون دابا ماش دو دوزيام ديفيزيون سموها بريمير ديفيزيون حنا كنسميو القسم ممتاز القسم ممتاز مازال ما لعبش دابا حنا في اكتوبر حنا في شهر 3 مارس حنا قربنا نسبي اون برينسيب خصنا نكونو سالين على لو نبداو في الروتور سالين دابا نبداو في الاياب حنا مازال ما بديناش كاع دابا مازال ما بديناش كذلك الركبي 12 الركبي 7 اللي فيه 12 فرقة اللي كتلعب في قسم ممتاز مازال ما لعباتش الان الو كيفاش غادي يمكن لهذ الجامعة تكون منتخب ديالها والناس ما كيلعبوش دونك هذا سؤال انا كنطرحه على الوزاره الجامعه ما قدرتش تلعب كنطرحه على الوزاره سمعنا تيقولوا بانه الحكام ما مخلصينش كيسالوا 60 مليون سمعنا اسم انا ما عنديش وثائق الحكام ديالهم ما تخلصوش ما بغوش يحكموا لهم هذا مشكل اخر كاين واحد مشكل اخر قانوني حنا الجامعه هذا العام نظمت البطوله الجونيور حنا ما لعبناش لانه ما يمكنش يلعب في اطار غير قانوني انا غادي نوضح اكثر لان لي كاتيجوري الفئات اللي كيلعبوا في الفئات العمريه كتكون في لي ستاتي دونك هذا ستاتيتير ما يمكنش تبدل دير شي حاجه بلا ما تبدل خصك تبدل لي ستاتي اش هو لي ستاتي يقولوا عندنا واحد الفئه ديال فيها يو 19 قل من 19 سنه ومن جونيور كاين في لي ستاتي هما تيقول لك لا حنا في الجمع العام درنا يو 20 داكور درتي متفق معاك مزيان انا ما تهرش من العام ولكن عطيني شوف لي ستاتي جداد اش كيقول القانون تيقول لك لي ستاتي مي كيصوتوا عليهم في الجمع العام ما تيكونوا قابلين باش يتفعلوا حتى كيمشيو للوزاره والوزاره كتطبع لهم كتقول هذا اللي فاليد ما كتقبلهم هما مازال الوزاره مازال ما طبعتش فيهم دونك خصنا نخدموا لي ستاتي القدام هادو مازال ماشي قانونيين حيت الجمع العام ما كيكفيش الجمع العام تيكفي في شي حوايج اخرى اما لي ستاتي تو سكي ستاتيتير اي حاجه عندها علاقه بلي ستاتي بالانظمه الاساسيه ممنوع تستعملها والوزاره مازال ما طبعتش فيها خصها تطبع في الوزاره حيت تما الوزاره كاين واحد القسم ديال القانون كيدرس تقدر تكون ماشي حاجه اللي ما كتحترمش القانون الدستور شي حاجه خصهم يعرفوا اش كيسينيو عاد كيقول لك استعملها مادام ما استعملهاش مايمكنش نلعب حنا رفضنا نلعبوا لانه انا فرد دابا غدا غادي ندير ماتش ديال قل اوفا الجور غادي يموت ليا في الماتش غادي يجي با يقول له انا ماشي ولي مع اوفا انا ولد باقي صغير نقول ليه القانون يقول ماشي القانون غادي قال لي ستاتي ما كاينش ديني الحبس غنعود انا ما احترمش القانون ولكن شكون واحد الجماعه اللي ما احترمش القانون هذا من جهه حنا نادينا من بدايه السنه حنا كنطلبوا الجامعه تنقول الجامعه عطينا لي ستاتي جداد باقي الان مازال ما خديناهمش داك النهار صيفطت واحد الميل صيفطو للسيد الرئيس تنقول له السيد الرئيس الا عندك لي ستاتي عطيهم لنا ما عندكش لي ستاتي خدموا لي ستاتي القدام ولا عنده لي ستاتي وما عطاهمش لنا هذا غير قانوني لانه كاين ما نقول جامعه كاين المكتب الجامعي لان الجامعه حنا فيها المكتب الجامعي وكاين الانديه اشنو اللي كيحكم بيناتهم لي ستاتي كاين الجامعه كاين المكتب ماشي الجامعه المكتب ديال الجامعه هما الجامعه هي المكونه ديال الرجبي المغربي بالانديه بكل شيء كاين المكتب الجامعي
بوحدو وكاين الانديه اشنو اللي كيفصل بيناتنا حنا في حاله نزاع او اي حاجه هما لي ستاتيو الا ما كانش لي ستاتيو ما كاينش نتعامل معك انا خصني شي يقول لي فرق بيني وبينك الا وقعت شي مشكله الا وقعت اي حاجه نحطوا لي ستاتيو اه وي عندك الحق ما عندكش الحق لي ستاتيو ما عطاوش لنا دوك خصك من ستاتيو قدام انت معروف هادشي هذا دوك حنا راسنا الوزراء عده مرات مازال ما شفنا شيء اتمنى انه تكون شي حاجه قريب ان شاء الله كذلك كتبنا الوزاره كانت عندنا في الجمع العام سمعنا ان الملفات ديال الافتحاص ديال الجامعات منهم جامعات الكبار من عند في الـ في الـ في الـ انت كنقولوا حنا عند سي شطو دونك عند القودات ديال سميتو كنتسنى اون اتون وفاد الانتظار ما كنلعبوش دونك واش حنا اللي خاطئين حيت بغينا نطبقوا القانون ولا هما اللي عندهم الحق حيت بغاو يفرضوا علينا شي حاجه اللي ماشي قانونيه هذا سؤال كنطرحوه الا بغينا نطبقوا القانون بعدا نجاو وما نساوش قضيه اخرى بانه الان المغرب صوت البرلمان صوت على اي واحد ما عنده حق 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 حق, لا لا حق المعلومه باش ناخذ لا فورماسيون خرجت بيتون اوفيسيال دونك هاد دي ستاتيو هادي راه عاد راسيتنا فورماسيون خصنا ناخذها من حقي ناخذها وبخصوص انه كنقول انا ماشي انا كندوي على النادي ديالي ما كنديش على الشخص ديالي انا نتكلم على بوحاجب كنتكلم على النادي رامو راسينغ اتليتيك 6804 دونك هذاك النادي هذاك من حقه يعرف يعرف القانون كيفاش غادي يلعب ما خديناش مادام انه ما كاينش نلعبوا نسات القدام حيت ممكنش شي حاجه ما كايناش وتقول لا كاينه ما يمكنش حنا راسنا الوزاره على هذا النمط هذا وكان كنظن ان مديريه الرياضات دخلت حيت واحد الوقت اش بغى يدير لانه العام اللي فات سالينا البطوله ديالنا والجامعه خرجت واحد البي في ديالها تتقول هاد الفرقه هو دوزيام ديفيزيون هادو طلعوا بريمير ديفيزيون دونك بقات 100 فرقه في التوب 8 في القسم ممتاز وخرجوا دوزيام ديفيزيون كنتفاجئوا مره الجمع العام المكتب ديال الجامعه قال لك لا ما يبقاش القسم ممتاز في غير 8 غادي حتى دوك دوزيام ديفيزيون تم طلعوا ما نديروا ما يمكنش هادي تي ستاتوتير ما يقدرش يديرها دونك بعض الاخوان اتصلوا بمدير الرياضات وكنظن بانه عطى الامر ديالو باش يطبق هادشي ديال 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 القسم الممتاز يبقاو 8 ولكن حنا دابا حنا قربنا لو 15 مارس ومازال ما لعبناش مازال ما كاين والو حتى حاجه ما كاين والو علاش الله اعلم وانا صيفطت للرئيس يمكن من بعد نسالي نوريكم تشوفوهم عده مرات كنقول الرئيس جمع الناس جمع الانديه وتكلم معاهم واش دار بغى يجمعنا ولكن شنو بغى يجمع اربعه الانديه اللي حنا زعما ما بغيناش نلعبوا بحال زعما حنا متهمين واش مع الانديه كلها اللي عندها 15 وعند الرقبات جمعها ونقدروا ندخلوا نتخاصموا نضربوا في الاخر نخرجوا بواحد النتيجه ونخرجوا بحالتنا وديك الساعه كلهم مشوا عند الوزاره وقالوا حنا بغينا نلعبوا ها اللي درنا ودرنا واش مع اربعه الانديه بحال حنا متهم حنا مرتكبين جريمه لا جمع الانديه كامله حيت حنا ما بغيناش نلعبوا حنا كنطعنوا في مصداقيه بزاف الحوايج جمعنا حنا بوحدنا والاخرين ما بغيش يجمعوا لا وانا كتبت ليه تنقول ليه بانريك من بعد نوريك الوثائق تقدر تصور معك وهذاك الميري صيفط ليه راه المغرب كله شافوا اي واحد عنده علاقه بالركبي شافوا يمكن لك تشوف الناس يتوصلوا به داكشي كثير وكيرفض يبرك مع كل شيء الناس واش هو عليه ضغوطات او الله يحسن لوانه حيت انا كنت رئيس جامعه زعما انا كان الله يحسن لوانه كاين ضغوطات كثيره بزاف ولكن الا كانت ضغوطات كيخصو دور به ناس المؤهلين اللي يقدروا يعاونوه لان واحد راه ما يقدرش واحد يبابا تو فير الحميه كتغلب السبع ونطلبوا انه الوزاره تدخل والرئيس الجامعي يجمع الانديه اللي خصهم اللي عندهم واحد الوزن كبير لان في الركبي عندنا مع الاسف الا خديتي الجامعه الان المكتب ديال الجامعه كنأكد المكتب الجامعه فيه 15 العضو كاينين 3 و 4 الفرق اللي عندهم 15 الاخرين كلهم عندهم على المينيم والكادي ولا السات ولا كيف يعقل ان واحد عنده فئه وحده وكيقرر في واحد في نادي اللي عنده الفئات كامله اللي عنده بنجامان بوسان مينيم كادي جينيور سينيور ركبي سات أمي ركبي سات فام عندي 8 فئات كيجي واحد في المكتب عنده فئه وجوج فئات الدري صغار وتيقرر حيت ما هو ما يقدرش يقرر في النادي الانديه الكبيره هو ما كيعرفش المشاكل ديالهم غادي يقرر في خصو يعرف المشاكل ديالي وليدي قرر فيها ف
فهمتيني؟ ماشي واحد عنده المينيمورك هذيك يلعب غير في العصبه كيلعب في واحد المنطقه محدده. حنا راه تيمشيو للتنغير تيمشيو لوجده عده مرات كيمشيو للمغرب كله كنجيروه ويجي واحد انا ماشي كنطيح منه حاجه لا حاجه كنحترمه ولكن المكتب خصو يكون فيه انديه اللي كتعيش تلمس المشاكل اللي عندنا حنايا ملي كتاخذوا قرار تيتاخذوا القرار ديالهم عارفين المشاكل اللي تخبطوا فيها حنايا عارفينها عارفين يمكن شي واحد ما كيفهمش وتاخذ القرار في الانديه الكبيره اللي كتخبط وكتجري وكتقاتل وكتخسر 30 40 حتى 100 منه في العام